الرئيس السيسي يتابع عددا من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية ويستعرض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب. المتظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء في بغداد مجددا، والكاظمي يطالب الكتل السياسية ببدء حوار شامل. عقب قرار غازبروم الروسي بوقف إمداداتها من الغاز، لاتفيا تؤكد أن الوقف لن يكون له تأثير كبير. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة، وذلك على مستوى الجمهورية، مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وعدد من المسؤولين، حيث تناول الاجتماع متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، والسيد بشير فريد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الأردنية لإنتاج اللحوم، ورجل الأعمال محمد حلاوة المتخصص في الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية، وقد تم في هذا الإطار استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب، خاصة ما يتعلق بالمعدات وخطوط الإنتاج، والتي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرة الأجنبية العريقة في هذا المجال، حيث سيقام المصنع على مسطح 40,000 متر مربع، وستبلغ طاقته الإنتاجية 12,000 طن من الأجبان سنويا. وقد وجه السيد الرئيس بالتدقيق في توفير كافة مكونات المصنع من العمالة الفنية المتخصصة والخامات ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة والتغليف لضمان أعلى مستوى من جودة الإنتاج للأجبان، خاصة تلك التي يتم استيرادها حاليا من الخارج لتوفيرها بالسوق المحلية، وذلك بهدف سد الفجوة الاستيرادية، كذلك فتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية. كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي للشراكة بين مصر والأردن لتنمية الثروة الحيوانية وإنتاج الأعلاف، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بترسيخ الشراكة مع الجانب الأردني في هذا القطاع بهدف توفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم للسوق المصرية، والحفاظ على مخزون استراتيجي من الرؤوس الحية داخل مصر، إلى جانب تخفيض الاعتماد على الاستيراد. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
انطلق الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الحوار الوطني ضمن فعاليات الحوار الوطني. يشهد هذا الاجتماع مناقشة بين المجلس واللجنتين المشكلتين من أعضائه لبحث اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي وإنهاء الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه. هذا ومن المقرر أن يصدر مجلس الأمناء فور انتهاء اجتماعه بيانا لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب حيث تعقد جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني مراسل التلفزيون المصري كريم بابرز. كريم، بعد تحية، ضعنا في آخر التطورات والمستجدات الخاصة بالجلسة الثالثة لمجلس الأمناء حتى الآن وما تضمنته أيضا من ملفات مطروحة للنقاش. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل بينما نحن نتحدث الآن وحالا انتهت بالفعل الجلسة الثالثة من الحوار الوطني المجتمعي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني خلال دقائق من الآن سيطلق البيان الخاص بالجلسة الثالثة. ولكن إذا تحدثنا عن الملفات التي تضمنتها الجلسة الثالثة كما ذكرتي بالفعل فهناك هذه المادة 18 وهي 18 من لائحة التنظيمية لمجلس الأمناء الخاص بالحوار الوطني، وسيكون على أساسها ترتيب اللجان وتنسيق اللجان الفرعية والنوعية التي ستنبثق من اللجان الرئيسة التي تم بالفعل تحديدها في الجلسة الأولى والثانية، منها اللجان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولكن الأهم هذه الجلسة اليوم هي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، وبعد أن تم تحديد الأشخاص الأربعة الخاصة بكل لجنة تم بالفعل تحديد اللجان النوعية واللجان المنبثقة من اللجان الرئيسة. ولكن أيضا كان هناك حديث حول لجنة المحليات التي استقبلت بالفعل الطلبات والأفكار والرؤى ومشاريع القوانين وحتى الأفكار التي من الممكن تطبيقها على أرض الواقع لدمجها مع النظام السياسي الحالي، سواء كانت الأفكار الاقتصادية أو حتى الأفكار الاجتماعية أو حتى الأفكار السياسية. وصرح منسق عام المجلس الحوار الوطني أستاذ ضياء رشوان على أن الملف السياسي سيكون له أولوية قصوى وملف حقوق الإنسان سيكون له أيضا أولوية قصوى. هذه نقطة. أيضا كان هناك نقاط مختلفة داخل يعني هذا اللجان، وتحديدا حول استقبال الآراء من داخل مصر وأيضا من خارج مصر، وفكرة استقبال جميع الآراء للمشاركة سواء كانت هذه الآراء متوافقة مع الفكر الحالي أو حتى متناقضة مع الفكر الحالي، وإمكانية طرح جميع الأفكار على طاولة المناقشات وتطبيق ما يمكن تطبيقه بالفعل على أرض الواقع. وسيتم استقبال الأفكار من جميع القوى السياسية والتيارات السياسية وفئات الشعب المختلفة سواء داخل مصر أو خارج مصر، طالما لم يتخطوا هذه المبادئ التي حددتها بالفعل لجنة الحوار الوطني. هذه المبادئ التي تم تحديدها سيتم على أساسها المشاركة بالآراء والأفكار والرؤى المختلفة. وخلال دقائق من الآن بعد انتهت حالا هذه الجلسة الثالثة للحوار الوطني والتي خلقت مساحات مختلفة لمشاركة الآراء والأفكار المتنوعة، سننتظر البيان الخاص بهم لنعرف آخر المستجدات والتفاصيل الخاصة بالجلسة الثالثة. أشكرك شكرا جزيلا كريم بابرز مراسل التلفزيون المصري من مقر الحوار الوطني، شكرا جزيلا لك. تمثل فعاليات الحوار الوطني بداية حقيقية لانفراجة ديمقراطية وسياسية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني. فعاليات الحوار الوطني تدشن لجمهورية جديدة تقبل وتتسع الجميع من خلال مؤشرات عدة تؤكد على جدية الحوار بما يتضمنه من تقديم لمختلف الرؤى والأفكار الجديدة في الأطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
في طريق مصر نحو الجمهورية الجديدة التي تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا، يلعب الحوار الوطني دورا كبيرا في مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها مصر وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. انطلاق جلسات الحوار الوطني حمل في طياته مخرجات إيجابية متعددة، حيث جرى خلال ثاني الجلسات استعراض مختلف المقترحات بالإضافة إلى مناقشة المادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، وكذلك مناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته. التوصيات الأولى لمجلس الأمناء تضمنت الإشادة بقرار الرئيس السيسي بشأن العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم، واستقر المجلس على بقاء المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي كما هي لإجراء الحوار عليها، فضلاً عن انتهاء مجلس الأمناء من مناقشة المحور السياسي كبداية ضمن مناقشات المادة 18. مجلس أمناء الحوار الوطني وبعد مناقشات مستفيضة استقر على ثلاث قضايا فرعية داخل المحور السياسي، وهي مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدا أن المحور السياسي بموضوعاته ولجانه الفرعية بات جاهزا للبدء بتحديد جلسات بشأنه. إدارة الحوار الوطني أوضحت أن المادة 18 من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الأمناء تتضمن تشكيل لجان فرعية ونوعية وتضم قواعد العمل داخل اللجان، مؤكدة الحرص التام من مجلس الأمناء داخل أعمال الجلسات على فكرة الشراكة لا الخصومة والتوافق على أساسيات العمل المشترك، وذلك بعد الحصول على الكثير من الرؤى المعبرة عن المصريين والتي تعبر أيضا عن الحوار والقوى السياسية والحزبية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في مواجهة الجريمة بكافة صورها. على مدار أسبوع نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 27 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2925 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 19 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 358961 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10078 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 971 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة،
كما تم ضبط 5 قضايا في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 32 طن أقماح، وكذلك ضبط 4252 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 24 طن، كما تم ضبط 5 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2524 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 261 طن، كما تم ضبط 111 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 107 طن سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 767,362 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 306,864 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3954 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 175 سائقا منهم، كما تم المرور على 63 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 227 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا، كما تم فحص 227 مركبة وتبين مخالفة 16 منها، كما تم رفع 339 سيارة و29 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 8,678 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1,351 مخالفة للأجهزة الصوتية وضبط 1,752 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3,309 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3,833 مخالفة ملصقات وضبط 42 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 524 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 95,234 قضية ومخالفة لشروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 80,378,975 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 273 قضية، من بينها 147 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 136 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 35 قضية بقيمة مالية بلغت 101,347,706 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1516 قضية بقيمة مالية بلغت
أكثر من 1,761,000,000 جنيه. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 2,103,024 جنيها. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وقد تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 451 قضية تموينية بمضبوطات بلغت ما يقترب من 113 من المواد الغذائية وغير الغذائية. وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 36 طن في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة وضبط ما يقترب من 77 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 707 من القضايا، من بينها 202 من القضايا خبز ناقص الوزن و 184 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، فضلا عن ضبط قضيتين في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي. نتحول إلى الملف العراقي، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ضرورة أن تبدأ الكتل السياسية حوارا شاملا، مشيرا إلى أنه يجب التوقف عن لغة التخوين في العراق. لابد أن تجلس الكتل السياسية وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين. ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء، ويجب التحلي بروح وطنية عالية جامعة. فألف يوم من الحوار الهادئ خير من اللحظة تسفك فيها نقطة دم عراقي. وأضاف الكاظمي أن حكومته سعت طوال العامين الماضيين لتفكيك الألغام السياسية، لافتا إلى أن الحل في العراق ممكن عبر تقديم التنازلات السياسية. سنتحمل مسؤولية وحاضرون لنفعل أي شيء من أجل العراق ودون تردد. المعضلة سياسية وحلها سياسي، والحل ممكن عبر الحوار الصادق البناء وتقديم التنازلات من أجل العراق والعراقيين. في العراق ما يكفي من العقلاء والرجال، ولكن حذاري حذاري من استمرار التشنج السياسي حتى لا تنفجر ألغام سعينا طوال العامين الماضيين في تفكيكها بهدوء. كان متظاهرون عراقيون قد أعلنوا الاعتصام المفتوح داخل مقر مجلس النواب في بغداد، وذلك بعد اقتحامهم المقر الواقع بالمنطقة الخضراء احتجاجا على ترشيح شخصيات بعينها لرئاسة الوزراء. إلى ذلك كثفت قوات الأمن العراقية انتشارها في محيط المنطقة الخضراء والذي تم تحصينه بحواجز أسمنتية. هذا ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي إلى ضرورة تهدئة الأوضاع في البلاد من أجل مصلحة جميع العراقيين، مؤكدة أن التصعيد المستمر مقلق للغاية وأن أصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع المزيد من العنف. من جهته أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تعليق جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، كما دعا الحلبوسي قادة الكتل السياسية العراقية إلى لقاء وطني فعال ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية. نشد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جميع القوى السياسية العراقية للعمل على وأد الفتنة بسرعة ووقف منحنى التصعيد الذي قد يخرج بالأوضاع في البلاد عن السيطرة. شدد أبو الغيط على أن خروج الأمور عن السيطرة لن يكون في مصلحة العراق ولا لصالح أي طرف. هذا ويتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية عن كثب مجريات الأزمة الجارية بالعراق. We'll be right back.
إلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أعربت الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تتمكن السفن الأولى لنقل الحبوب من مغادرة موانئ أوكرانيا دون مزيد من التأخير. اعتبرت الخارجية الأمريكية أن استمرار روسيا في حظر الصادرات الغذائية الأوكرانية عن طريق البحر قد أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي، مؤكدة الحاجة إلى تنفيذ السريع لاتفاق نقل الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة. قللت لاتفيا من قرار شركة غازبروم الروسية بوقف صادرات الغاز إليها، معتبرة أنه لن يسفر عن شيء. جاء ذلك بعد أن أعلنت شركة غازبروم الروسية وقف إمداداتها من الغاز إلى لاتفيا، واتهمتها بانتهاك شروط استيراد الغاز. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان شركة لاتفيا غاز للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل، كما تطلب غازبروم من المتعاملين معها. نددت أوكرانيا بالدعوات الروسية لإعدام مقاتلي كتيبة أزوف. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الصاروخي على مركز لاحتجاز الأسرى الأوكرانيين تم بقذائف أطلقت باستخدام نظام صواريخ مدفعية عالية الحركة من المعدات العسكرية الأمريكية. وقد حملت وزارة الدفاع الروسية الرئيس الأوكراني والولايات المتحدة مسؤولية الهجوم على مركز الاحتجاز. في غضون ذلك اعتبرت موسكو أن الهجوم يأتي بهدف منعها من الاستماع إلى شهادة عناصر الكتيبة. كانت الولايات المتحدة قد طالبت أوكرانيا في وقت سابق بالتحقيق في مقتل أكثر من 50 أسيرا أوكرانيا في هجوم على مركز لاحتجاز الأسرى في منطقة دونيسك. أعلن الجيش الأوكراني تدمير 4 قواعد عسكرية و12 مستودعا للذخيرة في قصف على مواقع روسية جنوبي البلاد. وأوضح الجيش الأوكراني أنه قتل أكثر من 100 جندي روسي خلال قتال في منطقة خيرسون محور الهجوم المضاد لكييف. وتشير تقديرات مسؤول الدفاع والاستخبارات في بريطانيا إلى أن القوات الروسية تواجه متاعب في الحفاظ على زخمها. واستخدمت أوكرانيا أنظمة صواريخ بعيدة المدى حصلت عليها من الغرب، ذلك لإلحاق أضرار جسيمة بثلاثة جسور عبر نهر دينبرو في الأسابيع الأخيرة ما أدى إلى عزل مدينة خيرسون. أعلنت السلطات الأوكرانية أن قصفا روسيا أصاب عددا من البلدات الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، ذلك في ميكولايف وتدمير مدرسة في خاركيف. أعلن حاكم منطقة ميكولايف فيتالي كيم مقتل مدني وجرحى 6 آخرين، وذلك في قصف لمنطقة سكنية ألحق أضرارا بعدد من المباني. فيما قال حاكم منطقة خاركيف إنه تم إطلاق 5 صواريخ S-300 على الأقل على مدينة خاركيف، ما أدى إلى اشتعال نيران بإحدى المدارس. أما في دونيسك فقد أعلن حاكم المنطقة تعرض محطة الحافلات والمباني القريبة لأضرار بالغة جراء هجمات روسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة أوكرانية من طراز ميك-29 في منطقة كريفوي روج و13 طائرة مسيرة بمناطق متفرقة، فضلا عن تدمير مدفعي هاوتزر أمريكي الصنع. وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشكوف أن القوات الروسية قد دمرت بطارية راجمات صواريخ من طراز أراغان وست بطاريات من راجمات صواريخ جراد، فضلا عن إصابة رادارات أمريكية الصنع في دونيسك وخيرسون، إلى جانب استهداف عدد من مراكز انتشار الوحدات العسكرية الأوكرانية. أعلنت روسيا منع دخول 32 مسؤول وصحفي نيوزيلندي إلى أراضيها، ذلك ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها نيوزيلندا بحق روسيا، ذلك أيضا على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا. في بيان لها أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات تضم رئيس بلدية ولينغتون النيوزيلندية ورئيس بلدية أوكلاند، إضافة إلى قائد القوات البحرية في نيوزيلندا.
صدق الرئيس البولندي أندري دودا على معاهدات انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطي الناتو. وأوضح المساعد الرئاسي على أن عملية التصديق جاءت بعدما أقر مجلس النواب التشريع في 7 يوليو الجاري، كما تمت الموافقة على مشاريع القوانين من قبل مجلس الشيوخ في 20 يوليو الجاري أيضا. وقد تقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية الناتو في منتصف مايو الماضي، وأصبح لديهما وضع الدول المدعوة ويمكنهما المشاركة في اجتماعات الناتو، ولكن ليس لديهما حقوق التصويت. نشرتنا تتواصل على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت على مشروع قانون الطوارئ لمعالجة التضخم ودعوة القوى الشرائية. صوت مجلس الشيوخ الفرنسي في قراءة أولى على مشروع قانون الطوارئ، ذلك لدعم القوى الشرائية، وهو الجزء الأول من حزمة الإجراءات التي تهدف لمعالجة التضخم الذي تجاوزت نسبته 6%. وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أنه اعتبارا من الاثنين المقبل سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي تعديل الميزانية للعام الجاري، كما سيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في لجنة مشتركة لمحاولة الاتفاق على نسخة مشتركة من مشروع قانون القوى الشرائية. وقال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي بورنو لومير إن النص الأول من مشروع القانون يتعلق ب 20.7 مليار يورو، بينما يتضمن النص الثاني 44 مليار يورو، وذلك من الاعتمادات بينها 9.7 مليار يورو لتمويل إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بالكامل. تراجعت التوقعات بشأن معدلات النمو الاقتصادي في القارة الأوروبية على إثر موجات التضخم القياسية واحتمالات توقف واردات الغاز الروسية إلى بلدان القارة. خبراء الاقتصاد أكدوا أن التضخم في يوليو قد تجاوز التوقعات المسجلة، فيما لم يظهر بعد التأثير الكامل لقطع إمدادات الغاز الروسي. تحديات دولية متعددة بأبعاد متفاوتة وأزمة أوكرانيا تتأرجح ما بين فرص الحل واحتمالات المزيد من التصعيد لتؤثر على الاقتصاد العالمي برمته، لا سيما في القارة الأوروبية التي نجحت في وقت ما في امتصاص الصدمات الاقتصادية قبل أن يبدأ النمو الاقتصادي في أوروبا بالتراجع تحت وطأة معدلات التضخم القياسية والاحتمال المتزايد لوقف إمدادات الطاقة من روسيا. ناتج منطقة اليورو التي تضم 19 دولة سجل نمواً خلال الربع الثاني من العام بأكثر من 3 أضعاف النسبة التي توقعها المحللون، إذ تجاوزت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا التقديرات إلى حد ما، إلا أن البيانات التي صدرت أكدت حدوث تراجعات في البرتغال ومنطقة البلطيق في وقت شهدت فيه ألمانيا الاقتصاد الأكبر في القارة نمواً غير متوقع قد يتجه نحو الركود. كما سجلت أسعار المستهلك في منطقة اليورو أعلى مستوياتها على الإطلاق. الأرقام في بداية هذا الأسبوع أظهرت تراجع مقاييس الثقة والمعاناة من انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة للربع الثاني على التوالي، وفي ظل توقع نمو اقتصادي أضعف قلص المتداولون رهاناتهم على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. خبراء الاقتصاد الأوروبيون أكدوا أن التضخم في يوليو تجاوز التوقعات، مشيرين إلى أن التأثير الكامل لقطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا لم يظهر بشكل محسوس بعد، بما يؤكد أن التباطؤ الاقتصادي الحاد أمر لا مفر منه. وفي الوقت الذي يمنح فيه موسم السياحة الصيفي دفعة لدول الجنوب الأوروبي تنخفض توقعات النمو الاقتصادي نظراً لموقف روسيا المتعلق بالطاقة واضطراب الإمدادات المستمرة وأزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب والإنتاج في القارة بشكل عام.
دخل نحو 5000 من سائق القطارات في بريطانيا إضرابا عن العمل في إطار حملة للضغط من أجل زيادة الأجور بعد أن بلغ معدل التضخم في البلاد أعلى مستوياته منذ 40 عاما. يشمل الإضراب الذي تسبب بتعطل حركة القطارات وتنظمه نقابة سائقي القطارات حوالي ربع شبكة السكك الحديدية في بريطانيا، وهو ثاني إضراب كبير من نوعه خلال الأسبوع. يأتي ذلك في وقت أدى فيه ارتفاع التضخم وعدم تناسب زيادات الأجور إلى تفاقم التوترات العمالية في قطاعات بريطانية مختلفة، من بينها الخدمات البريدية والصحة والمدارس والمطارات والقضاء. قالت وكالة البيانات الفيدرالية إن الارتفاع الطفيف في قطاع الخدمات الكندية لم يكن كافيا لتعويض الانخفاض في الصناعات المنتجة للسلع. وأكدت وكالة البيانات الفيدرالية أن القيمة الإجمالية لجميع النتيج الاقتصادي خلال الشهر لم تتغير بشكل أساسي عما كانت عليه في الشهر السابق. يعاني الاقتصاد الكندي من تسارع التضخم ليسجل أعلى مستوى له على مدار عقد من الزمان، الأمر الذي يصفه صانع السياسة النقدية على أنه ارتفاع مؤقت في الأسعار. هيئة الإحصاء الكندية من جانبها أكدت أن الاقتصاد الكندي لم يتوسع على الإطلاق في شهر مايو الماضي، وهو شهر الثاني من العام الذي فشل فيه في تحقيق أي مكاسب، حيث تتواصل توقعات البنك المركزي بشأن استمرار رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. تأتي تلك التوقعات في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.6% في مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليسجل أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ مايو 2011 حسب ما ذكرت هيئة الإحصاء الكندية، فيما كان قد سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 3.4% في أبريل. هذا وتشير التقديرات المتقدمة لشهر يونيو إلى أن أداء الاقتصاد كان أفضل قليلا في الشهر الماضي أيضا بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%. وتأتي أرقام الناتج المحلي الإجمالي على خلفية معدلات التضخم التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ عقود خلال الوباء. ووفقا لذلك بدأ المركزي الكندي حملة زيادات في سعر الإقراض القياسي من أجل تهدئة الأمور. حث الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس الشيوخ على تسريع وتيرة تمرير مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق من اليوم لحظر الأسلحة الهجومية. قال بايدن إن غالبية الشعب الأمريكي يوافقون على هذا التصرف المنطقي، مؤكدا ضرورة موافقة مجلس الشيوخ بشكل سريع، وموضحا أنه سيناضل من أجل إقرار القانون. القضاء على حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة هدف تسعى الإدارة الأمريكية لتحقيقه عبر سن القوانين والتشريعات التي تحظر استخدام البنادق الآلية والأسلحة نصف آلية التي استخدمت في العديد من حوادث إطلاق النار. الإحصائيات داخل الولايات المتحدة تشير إلى أن عام 2021 شهد 693 عملية إطلاق نار جماعي، بينما شهد عام 2020 ما يقرب من 611 حادثاً، وعام 2019 شهد 417 حادثاً، وهو ما يؤكد أن التزايد الملحوظ في أعداد الحوادث يستلزم اتخاذ مواقف أكثر صرامة لمواجهة هذا النوع من الجرائم. مجلس النواب الأمريكي أيد بقراءة أولى قرار الرئيس جو بايدن لحظر البنادق الهجومية، حيث حصل على 217 صوتاً مقابل 213 صوتاً معارضاً. التأييد المتواضع داخل مجلس النواب لقرار الرئيس الأمريكي زاد من حدة الشكوك حول إمكانية حصول القرار على موافقة مجلس الشيوخ. الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة تشبه تلك الأوضاع في عام 1994، حيث نجح الكونغرس في تمرير قانون يحظر البنادق الهجومية وبعض المخازن عالية السعة لمدة 10 سنوات. ولكن مع انتهاء صلاحية القانون في 2004 ومنذ ذلك الحين ارتفعت مبيعات هذه الأسلحة التي يروج لها المصنعون على أنها بنادق رياضية، وهو الأمر الذي تسعى الإدارة الأمريكية الحالية على تجنبه بإصدار تشريع دائم يحافظ على حياة المواطنين في البلاد.
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على الأهمية الحيوية للتحالف الأمريكي الياباني في تعزيز السلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وما وراءهما. وأوضحت الوزارة أن لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بنظيره الياباني في واشنطن بحث سبل التعاون من خلال المجموعة الرباعية وأهمية التعاون بين واشنطن وطوكيو مع عدد من الشركاء مثل كوريا الجنوبية وأستراليا، ذلك للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة ومترابطة ومزدهرة ومرنة وآمنة. عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة والصين من إدارة خلافاتهما حول تايوان بحكمة. أضاف بلينكين أن هناك خلافات عديدة بين بكين وواشنطن بشأن تايوان، ولكن على مدار 40 عاما تمكن البلدان من إدارة هذه الخلافات حفاظا على السلام والاستقرار، ما سمح لشعب تايوان بالازدهار، مشيرا إلى أهمية مواصلة إدارة هذا الأمر بطريقة حكيمة لا تؤدي إلى وقوع أي نزاع. أعلنت إسبانيا عن ثاني وفاة مرتبطة بجدر القردة في أوروبا والثالثة فقط خارج أفريقيا في التفشي الحالي. وكانت إسبانيا قد أعلنت تسجيل أول وفاة بالمرض أمس الجمعة، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان البرازيل عن أول وفاة مرتبطة بجدر القردة خارج القارة الأفريقية في الموجة الحالية من المرض. ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في 22 من يوليو، تم الإبلاغ عن 5 وفيات فقط جميعها هي أفريقيا. أعلنت إسبانيا تسجيل ثاني حالة وفاة مرتبطة بجدر القردة بشكل يزيد المخاوف من المرض داخل الدولة الأوروبية. قالت وزارة الصحة الإسبانية إنه تم نقل 120 شخصا من المصابين بمرض جدر القردة إلى المستشفى، فيما توفي شخصان. وذكر مركز تنسيق الطوارئ والتنبيه التابع لوزارة الصحة الإسبانية أن 4298 شخصا أصيبوا بجدر القردة، ما يجعل إسبانيا من أكثر دول العالم تضرراً. حالة من القلق أصبحت تسيطر على عدد كبير من الدول حول العالم بسبب سرعة انتشار مرض جدر القردة، حيث تعالت أصوات القطاعات الطبية حول العالم المحذرة من المرض الجلدي. الولايات المتحدة الأمريكية تعد واحدة من الدول التي بدأت في اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة لمواجهة الفيروس الذي أصبح يشهد انتشاراً واسعاً، ما دفع ولاية نيويورك إلى إعلان حالة الطوارئ بسبب تزايد عدد الإصابات. وتعاني ولاية نيويورك الأمريكية وفقاً لما أعلنته حاكمة الولاية كاثي هوكول من ارتفاع ملحوظ بمعدلات الإصابة بمرض جدر القردة، حيث إن أكثر من حالة واحدة من بين كل 4 حالات إصابة بالمرض في الولايات المتحدة موجودة في عاصمة أمريكا الاقتصادية، لتعلن حالة الطوارئ لمواجهة الكوارث وتعزيز جهود مواجهة تفشي المرض. وفي أوروبا أعلنت إسبانيا بدء تسجيل حالات وفاة جراء الإصابة بجدر القردة لتصبح الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي. الوضع لا يختلف كثيرا في البرازيل التي سجلت أيضا أول حالة وفاة بمرض جدر القردة لرجل يبلغ من العمر 41 عاما، وهو ما يؤكد أن التفشي الحالي يعد أكبر انتشار للفيروس. ورغم حالة الطوارئ العالمية، إلا أن جدر القردة ما زال يعتبر أقل خطورة ودرجة عدوى من الجدري الذي تم القضاء عليه في عام 1980، ولكن تشابه الأعراض الأولية مع أعراض الإنفلونزا هي ما تزيد من مخاطر هذا المرض، حيث إن الأعراض الأولى لجدر القردة هي الحمى والصداع وآلام العضلات والظهر خلال 5 أيام، ثم يظهر الطفح الجلدي في وقت لاحق على الوجه وراحتي اليدين وباطن القدمين، متبوعاً ببقع وأخيراً قشور، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتفاً عالمياً لمواجهة هذا المرض.
أعلنت وزارة الصحة إطلاق 6 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أوضحت الوزارة أن القوافل تم إطلاقها في 6 محافظات هي سوهاج والقليوبية وأسيوط والمنوفية والبحيرة والفيوم، وأشارت إلى أن القوافل توفر الكشف الطبي والعلاج بالمجان في العديد من التخصصات الطبية ومنها النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والبطنة والقلب وغيرها من التخصصات، فضلا عن خدمات الأشعة والتحاليل. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في عزبة 8 التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. دايما بنركز على طرق الوقاية من المرض، ازاي نحمي نفسنا من الكورونا وأهمية التطعيم، وبنعرف المواطنين دلوقتي ان التطعيم بقى من عمر 12 سنة، وبنأكد عليه ان التطعيم ما فيش منه أي خطورة، بالعكس احنا بدأنا نعيش حياتنا طبيعية بعد ما بدأنا ناخد التطعيم وأكثر من جرعتين وثلاثة. القوافل العلاجية بتمثل الجزء الصحي من المبادرة الرئاسية. قرية عزبة 8 مش أول مرة نجيها، احنا جينا قبل كده وبناء عليه تم استرجاع الداتا للقوافل السابقة علشان نقدر نحدد الاحتياجات الصحية للمكان سواء كان من عيادات أو تحاليل أو أدوية. القوافل العلاجية من الحاجات المميزة جدا لوزارة الصحة كونها ان هي بتقدم العلاج بالمجان الى جانب ان هي بتوصل بالخدمة الى للمواطن لحد عنده. بنقدم القافلة الطبية النهاردة في القرية بتشمل 12 عيادة تخصصية، كل عيادة بيبقى فيها طبيب بيبقى أخصائي أو استشاري موجود معانا النهارده، كل التخصصات الطبيه موجود معانا، كمان صيدليه متكامله تم امدادها بكل الادويه اللي بتغطي التخصصات الطبيه الموجوده، موجود كمان معمل متكامل، موجود اشعه عاديه وسونار، كل الخدمات اللي بتتقدم في القافله الطبيه بتتقدم بشكل مجاني، القافله موجوده في القريه على مدار يومين. وقفتنا الاقتصاديه الان نتابعها مع ميرفت المليجي، اليك ميرفت. شكرا ريهام، شكرا حكمت، واهلا بكم مشاهدينا مع اخبار المال والاعمال اخبار الاقتصاد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت ميزة لسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً، وأكد المركز الإعلامي قيام المواطنين بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية، حيث تتحمل الدولة الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، مشيرة إلى وجود متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها. أكدت مصر حرصها على استمرار وزيادة التعاون مع برنامج الأغذية العالمي خلال الفترة القادمة لتعزيز قدرة الإدارة المحلية على تنفيذ المشروعات والتواصل مع المحافظات وتوفير احتياجات المواطنين، وكذلك الإشراف على منظومة التطوير المؤسسية. وخلال استقبال للممثل المقيم مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، أشار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إلى سعي الوزارة المستمر لبناء نظام محلي متطور وقادر على متابعة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية، ويعكس تطلعات المواطنين وتحسين رضاهم عن الخدمات المحلية المقدمة إليهم بمختلف المحافظات. نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار وعوائد السندات ليصل المعدن الأصفر إلى 1766 دولارا للأوقية. أما محليا فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 871 جنيه، عيار 21 1016 جنيه، عيار 24 سجل 1161 جنيه، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8128 جنيه.
ونتحول إلى أسواق البترول العالمية والتي ارتفعت فيها أسعار النفط مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجموعة أوبك بلس الأسبوع المقبل. وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.7% لتبلغ 110 دولارات وسنتا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.3% ليسجل 98 دولارا و62 سنتا للبرميل. يأتي ذلك فيما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.31% لتصل إلى 3 دولارات و53 سنتا للبرميل. وارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.17% ليسجل 8 دولارات و23 سنتا لكل مليون وحدة حرارية. نتحول إلى الصين، حيث قالت وزارة التجارة الصينية إن قانون الرقائق والعلوم الذي أقره الكونغرس الأمريكي يتضمن أحكاماً تقيد الأنشطة الاقتصادية والتجارية للشركات ذات الصلة في الصين، وهو ما سيؤدي إلى تشويه سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية وتعطيل التجارة الدولية. وأضافت الوزارة أنه يتعين تنفيذ مشروع القانون الأمريكي وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة وكذلك مبادئ الانفتاح وشفافية وعدم التمييز، مشيرة إلى أن الصين ستواصل متابعة مستجدات مشروع القانون واتخاذ إجراءات قوية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة عند الضرورة. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لريهام وحكمة، إليكم. شكرا ميرفت. وختاما لنشرة السادسة، تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يتابع عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية ويستعرض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب. المتظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء في بغداد مجددا، والكاظمي يطالب الكتل السياسية ببدء حوار شامل. عقب قرار غازبروم الروسية بوقف إمداداتها من الغاز، لاتفيا تؤكد أن الوقف لن يكون له تأثير كبير. إذن انتهت السادسة، تحية لكم.